بكل متابعي وقراء اليوم السابع، احنا الان امام استاد آل نهيان والمباراه المرتقبه بين الاهلي المصري والهلال السعودي في صراع المركز الثالث والرابع في كاس العالم للانديه. يعني استعدادات قويه جدا من امام الملعب المباراه الاعلام سواء الاهلي او الهلال. امام الملعب الكل بيجهز، جماهير الاهلي بدات تتوافد الى ملعب المباراه، يعني حد ورا الاخر كده زي ما انتم شايفين. جروب الاهلي بدا يجي كله في تجمع من بدري كده عشان يبداوا يجهزوا لمكانهم اللي هيكون محدد لهم النهارده في ملعب المباراه. واضح التجهيزات النهارده على كل جمهور الاهلي الحريص اللي هو يكون متواجد من الساعات الاولى واللي هو يأزر فريقه النهارده. يعني امامنا كده يعني جمهور الاهلي بيبدا يدخل لملعب المباراه، بيبدا يدخل لملعب المباراه في استعداد مبكر ليه كده للتجهيز لمؤازرة فرقته النهارده. زي ما انتم شايفين ماشيين في جروب واحد كده. يعني النهارده كان في تحضيرات قويه جدا وكان في تركيز جو قوي جدا داخل معسكر النادي الاهلي من الساعات الاولى من الصباح. بدا على طول لعيبه الاهلي النهارده ينزلوا كده ويتناولوا وجبه الافطار اللي كانت الساعه 10 صباحا، وبعدين بداوا يرجعوا يعني جلوس كده عشان يتفرجوا على جلسه جلوس كده عشان يبداوا يتفرجوا مع بعض على الهلال تاني. كان في تركيز قوي جدا، كان في تدريبات واحماءات خاصه وتجهيزات خاصه لبيرستا ومحمد الشناوي في جيم الخاص بفندق اقامه النادي الاهلي. كلام كتير وتحفيزات كتيره جدا من كل مسؤولي الاهلي للاعبيهم تزامنا كده مع اليوم اللي بدا او اللي حصل فيه الاهلي السنه اللي فاتت كاس لقب بالمركز الثالث في كاس العالم للانديه. النهارده بيلعب في نفس اليوم، لكن المنافس السنه اللي فاتت كان بالميراس اللي خسر الاهلي قدامه السنه دي. المنافس النهارده هو منافس عربي، هو الهلال السعودي صاحب الجماهيريه الكبيره اللي متواجده هنا واللي هيكون ليه مؤازره كبيره جدا. دلوقتي جمهور الاهلي بيقف امام بوابات التفتيش عشان يتم اجراء عمليات التفتيش ليه ويبدا يدخل لملعب المباراه. اتجاه كبير جدا النهارده من مستر موسيماني للبدء بمحمد عبد المنعم ومحمد شريف النهارده في بدايه المباراه بعد عودتهم. زي ما انتم شايفين كل جمهور الاهلي خلاص بدا في عمليه الدخول امامنا. يعني زي ما احنا شايفين دول كده جماهير الاهلي بتبدا تدخل. زي ما انتم شايفين كده خلاص جماهير الاهلي بدأت تدخل عشان تستعد النهارده لمؤازرة فريقها امام الهلال. كل حاضر والكل بيتوافد من بدري جدا عشان يأزر النادي الاهلي، لكن زي ما قلت لكم التشكيل المتوقع النهارده الاقرب للبدء للاهلي هيكون هو علي لطفي في حراسة المرمى ومعاه علي معلول و عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني، قدامهم ديانج والسوليه وقدامه وحمدي فتحي، وقدامه يعني هيكون محمد شريف وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه. يعني زي ما انتم شايفين جماهير الاهلي بتواصل توافدها على ملعب اللقاء لمؤازره النادي الاهلي النهارده.
باذن الله النهارده هنكون معاكم وتفاصيل لحظه بلحظه كده وكواليس كل ما هو جديد في لقاء الاهلي والهلال. جمهور بالميراث، جمهور بالميراث بيشارك في اي حاجه، جمهور بالميراث بيشارك في كل حاجه. جمهور الاهلي طبعا زي ما انتم شايفين امامنا كده، اعلام وسكارفات وتيشيرتات كله موجود النهارده. يعني لسه في حاله هدوء ولسه الجمهور بيبدا يجي للملعب حاجه في حاجه كده، او مجموعات في مجموعات، لان لسه زي ما انتم عارفين في قرابه الساعتين على بدايه المباراه، فالكل بيجي لان لسه حاليا الجو طبعا مشمس بشكل كبير هنا في الامارات، فكل بيحاول ياخر نفسه، لان طالما انت متواجد فانت ومعاك التيكت بتاعك فانت توصل وقت ما تحب وهتكون حاضر ان شاء الله. استعدادات قويه جدا واقبال كبير لكل جمهور الاهلاوي النهارده. هنكون معاكم النهارده ان شاء الله لحظه بلحظه نرصد لكم كل كواليس مباراه الاهلي والهلال. اتمنى ان شاء الله يكون فيها التوفيق للنادي الاهلي المصري، ويكون مباراه رائعه تجمع ما بين شقيقين عربيين هو الاهلي المصري والهلال السعودي. يعني احنا حاليا امام محيط ملعب المباراه، ولسه زي ما انتم شايفين الاقبال لسه مش كبير، لكن على طول بيبدا الجمهور يتوافد شيء في شيء كده. باذن الله يعني باذن الله ان شاء الله هنكون معاكم ونرصد لكم كل الكواليس النهارده. انتظرونا، انتظروا تغطيه خاصه على صفحه اليوم السابع وعلى موقع اليوم السابع وعلى صفحه اليوتيوب في خاصه باليوم السابع. ان شاء الله هنحصد لكم ونرصد لكم كل الكواليس الحصريه من ملعب المباراه ومن وسط الجماهير. يعني انتظرونا ان شاء الله باذن الله، وتغطيه خاصه من اليوم السابع من ملعب المباراه، وباذن الله نكون معاكم ونكون قادرين ان احنا نكون دايما عند حسن ظنكم ونرصد لكم كل التفاصيل. وزي ما انتم شايفين يعني الاسر بتبدا تتوافد هي كمان، اجواء جميله جدا. الكل النهارده بيامل ان الاهلي يحقق انتصار زي ما احنا شايفين كده. كل الاسر المصريه النهارده حريصه ان هي تكون متواجده. يعني انتظرونا ان شاء الله باذن الله، وهنتابع معاكم كل كواليس اللقاء النهارده وكل احداث المباراه.